بعيدا عن المدينة والفرح، قريبا من الحزن والنزوح. يمر العيد بالنازحين في المخيمات البعيدة، والنازحون هنا يحكون قصة الوجع الطويل ومرارة الفقد. والله طبعا العيد هو تعرف انت من تقعد الصبح وان اول ما تحتضن امك يعني او ابوك، زحمة ما تقعد الصبح يعني ما تحتضن احد يعني من والدتك او ابوك يعني زحمة ما انهم اهل الموصل، مدينة الربيعين الثكلى بربيعيها واهلها المنكوبين. الموصل التي ما يزال أهلها يقتلون وينزحون حتى في أكثر الأيام حرمة وقدسية. العيد هنا دمعة في عين شاب فقد أهله، وحسرة امرأة تجلس على باب خيمتها تستذكر البيت والعائلة. العيد هنا غصة ودعوة للبكاء. ما أعرف شو أخذ مو أخذ، أنا بشارع المندل وين بكان مكان العراق مندل وين، أصدع لها وأقول يا وين هذه يا حياة، أقول من في من هنا وين رحتك يا أبا أبا، بس كنت بروح مقدمة ما يخليني يا مروان أنت وانا يا أبا وانا أنت يا أبا. العيد كان بسيطا وجميلا مثلهم، يأتي على هدأة من التعب والسغب، يلمهم عوائل في البيوت الآمنة، يتبادلون فيه الأمنيات الجميلة والدعوات. لكن الأعياد تغيرت مثلما تغيرت الأيام والأحوال، وصار العيد يجيء في خيمة مهترئة أو هيكل خرب هناك في أقاصي الوطن الكبير، حيث لا شوارع تضج بالضحكات ولا مراجيح تهز شغب الطفولة وبراءتها. لكن ورغم هول الفجيعة هنأ النازحون النازحين. أهني كل نازحين بالهياكل اللي مثل ما قالها بالمخيمات، يعني هم تعبانة وفاين حظها، وإن شاء الله نريد من الله يرجعنا لبيوتنا والحمد لله وشكر. كان يمكن لهذا الشيخ أن يصلي صلاة العيد في جامع النوري بالمدينة القديمة، وكان بالإمكان أن تسمع هذه العجوز تكبيرات العيد من مئذنة الحدباء، لكن هذا لم يحدث. فالشيخ والعجوز يصارعان الصيف في خيمة، وجامع النور ومئذنة الحدباء باتتا أثرا بعد عين وحديثا من الماضي يبعث على الشجن.